الآن السادة الأعضاء، الموافق من حضراتكم على ما انتهى إليه رأي اللجنة الخاصة في تقريرها وما تضمنه من توصيات ومقترحات، وعلى المقترح المقدم من سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة ومقررها في ختام تعقيبه يتفضل برفع يده. موافق. إذن أعلن موافقة المجلس على ما انتهى إليه رأي اللجنة الخاصة في تقريرها وما تضمنه من توصيات ومقترحات، وعلى المقترح المقدم من سيادة النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وبناء عليه أعلن موافقة المجلس على برنامج الحكومة برئاسة سيادة الدكتور مصطفى مدبولي وثقته فيها وتأييده لها ولما جاء في برنامجها من أهداف، ويحال تقرير اللجنة الخاصة والمناقشات التي دارت بشأنها وما أبدته الحكومة من وعود إلى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة التنفيذ. ويسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم باسمكم جميعاً وباسمي بخالص التهنئة لجميع أعضاء الحكومة الموقرة برئاسة سيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هذه الثقة الغالية، وأرجو منهم جميعاً ومن السادة النواب البقاء في أماكنهم وعدم مغادرة القاعة، حيث إن الجلسة لم تنتهي بعد.